السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. إلى العناوين: الأهلي جاهز لاستقبال الأعضاء في الجمعية العمومية الخاصة. كردي: الأهلي سينتصر على اللجنة الأولمبية. فريق الأهلي يبدأ استعداداته للموسم الجديد. نروح للتفاصيل. يعود الأهلي اليوم فريق الأهلي لكرة القدم للتدريبات استعدادا للموسم الجديد بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب التتويج بلقب كأس مصر على حساب المصري بهدفين مقابل هدف واحد. ويغيب البدري عن مران اليوم وغدا نظرا لحصوله على أجازة لارتباطه ببعض الظروف الخاصة فيه على أن يقود المران يوم الجمعة. ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد في 8 سبتمبر المقبل، وستكون مباراة الأهلي الأولى في الدوري أمام طلائع الجيش. وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري برنامج إعداد بدني للفريق للموسم الجديد. ويشهد مران الفريق اليوم التركيز على الجانب البدني لرفع معدلات اللياقة البدنية بشكل تدريجي في بداية المعسكر المحلي. ومن المقرر أن يخوض الأهلي تدريباته على فترتين، بداية من الغد قبل الدخول في معسكر مغلق يوم 26 أغسطس الجاري في مشروع الهدف بأكتوبر حتى 6 سبتمبر المقبل. أكد سيد عبد الحفيظ المدير الكرة بالأهلي أن النادي في انتظار وصول عرض رسمي من نادي أودينيزي الإيطالي للتعاقد مع لاعب الفريق الشاب أحمد حمدي بعد أن قضى فترة معايشة في النادي الإيطالي. وأكد عبد الحفيظ أن حمدي قدم مستوى مميز أثناء تواجده خلال فترة المعايشة، مشددا على أن النادي لن يقف أمام مصلحة اللاعب حال وصول عرض جيد يليق باسم النادي الأهلي، وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز الفني بقيادة حسام البدري. أنهى مسؤول النادي الأهلي جميع الترتيبات الخاصة بعقد الجمعية العمومية يومي الجمعة والسبت المقبلين بمقري مدينة نصر والجزيرة. ويقيم الأهلي جمعيته العمومية يوم الجمعة المقبل بمقر مدينة نصر ويوم السبت بمقر الجزيرة من أجل التصويت على لائحة النادي الخاصة. وقال اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات لاستقبال الأعضاء في مقري النادي، حيث تم توفير أتوبيسات لنقل الأعضاء من الشيخ زايد والجزيرة لمقر النادي في مدينة نصر على أن يتحرك كل نصف ساعة أتوبيس. أكد كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة أن الأهلي سينتصر على اللجنة الأولمبية في الأزمة الدائرة في الوقت الحالي. وقال كردي: لابد من وجود مرونة من اللجنة تجاه الأندية، مشددا على أنه ليس هناك صعوبة في جمع 12500 عضو في يوم واحد، ولا ضرر إذا تم جمعهم على يومين. وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية عبارة عن صورة فقط، ووزارة الرياضة هي من تتحكم في الأمور، والدليل انه اذا تأزم الموقف يخرج الوزير للرد على جميع الامور. واختتم كردي تصريحاته قائلا ان الاهلي سينتصر في حال اقامه جمعياته العموميه على يومين رغم رفض اللجنه الاولمبيه والتي تصر على اقامتها في يوم واحد فقط. طلب 40 ألف مشجع أهلاوي الحصول على بطاقات الجماهير الموسمية
أهلاوي وأفتخر، والتي أعلن عنها مجلس إدارة النادي الأهلي أمس، وذلك بعد 24 ساعة فقط من فتح باب الحجز المقرر أن يتم غلقه يوم 12 سبتمبر المقبل. وطرحت البطاقة الموسمية بسعر 44 جنيه ولمدة 3 سنوات، وتمنح الحق لحاملها في حضور مباريات الفريق والتي يسمح فيها بالتواجد الجماهيري. وستبدأ إدارة الأهلي اعتماد العمل بالبطاقة الموسمية بداية من مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 16 سبتمبر المقبل، والتي ستكون سعر تذكرتها لحاملي البطاقة 16 جنيها فقط. قرر الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني استدعاء محمود عزت مدافع فريق سموحة لمعسكر المنتخب بدلا من علي جبر مدافع الزمالك بسبب إصابة الأخير. وأثبتت الأشعة التي أجراها علي جبر اليوم حاجة اللاعب راحة لمدة 10 أيام، وهو ما يعني صعوبة لحاقه بمباراتي أوغندا في تصفيات المونديال. ومن المقرر أن ينضم عزت للمنتخب غدا في الأسكندرية، حيث يبدأ الفراعنة المرحلة الأخيرة من الاستعداد للمباراة قبل السفر الثلاثاء المقبل. أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن لقاء الجولة الثالثة مع أوغندا والمقرر له 31 أغسطس الجاري في كامبالا، وهو اللقاء الأصعب في مشوار التأهل للمونديال، وقد تكون نتيجته فاصلة في التأهل. وشدد لهيطة أن الفوز في المباراة المقبلة خارج مصر يرفع حظوظ المنتخب بقوة نحو تحقيق حلم الجماهير بالتأهل للمونديال، خاصة وأن المنتخب سيستضيف أوغندا يوم 5 سبتمبر المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات. أعلن اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة طرح تذاكر مباراة الجولة الرابعة بين مصر وأوغندا والمحدد لها يوم 5 سبتمبر المقبل استاد برج العرب في التصفيات المؤهلة للمونديال يوم 30 و 31 أغسطس الجاري. وأضاف سويلم أن الأمن وافق على حضور 60,000 مشجع، وسيتم وضع علامة مائية على التذاكر منعا لتزوير البطاقات، مؤكدا أن سعر البطاقة سيكون 75 جنيها للدرجة الموحدة و 200 جنيها للدرجة الأولى. قدم المحترفون المصريون أداء جيدا على مدار الأيام الماضية في الدوريات الأوروبية والعربية قبل انضمامهم لمعسكر منتخب استعدادا لأوغندا. يعيش المحترفون المصريون حالة من التألق في الدوريات المختلفة قبل أيام من مواجهة أوغندا في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا. وفرضت الطيور المصرية المهاجرة اسمها على الساحة بفضل أدائها الطيب خلال الجولات الأولى في الدوريات العالمية والعربية، وكانت البداية مع الدوري الإنجليزي، حيث حقق محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني فوزه الأول بقميص ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي بعد فوز الريدز على كريستال بالاس بهدف في المباراة التي جمعتهما أول أمس السبت بالجولة الثانية من عمر مسابقة البريمير ليج. وسجل صلاح حضوره في المباراة مع الدقيقة 62، حيث شارك بدلا من دانيال ستوريج وظهر بشكل أكثر من رائع، وساعد فريقه على تحقيق الانتصار الأول بعد التعادل في الجولة الأولى مع واتفورد بثلاثة أهداف لكل فريق. كما حقق فريق ويست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازي صخرة دفاع المنتخب الوطني فوزا على حساب نظيره بيرنلي بهدف في المباراة التي جمعتهما أول أمس السبت ضمن فعاليات الجولة الثانية بالبريمير ليج.
وظهر حجازي بأداء أكثر من رائع وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة وفقا لإحصائيات موقع هوسكورد والخاص بالإحصائيات والأرقام. وأصيب حجازي في حاجبه الأيمن خلال الدقيقة 10 من المباراة وتلقى العلاج وأصر على استكمال المباراة ليساعد فريقه على تحقيق الفوز الثاني له على التوالي في البريمير ليج. وضمن فعاليات الجولة ذاتها تمكن فريق ستوك سيتي المحترف ضمن صفوفه رمضان صبحي لاعب الفراعنة من الفوز على أرسنال والذي يضم بين صفوفه محمد النني لاعب وسط المنتخب الوطني بهدف بلا مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب بريطانيا السبت الماضي. وشهدت المباراة مشاركة صبحي في الدقيقة 70 من عمر اللقاء بينما غاب النني عن المشاركة. واستكمل أحمد المحمدي ظهير أيمن المنتخب الوطني مسلسل تألق المحترفين المصريين في إنجلترا بعدما ساعد فريقه أستون فيلا في الفوز على نوريتش سيتي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب فيلا بارك ضمن منافسة الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الشامبيونشيب. وسجل المحمدي حضوره في المباراة منذ البداية وتمكن من صناعة هدف فريقه الرابع. وفي إطار الجولة الثالثة من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي ساهم سام مورسي لاعب وسط الفراعنة في فوز فريقه ويجان أتليتيك على نظيره أولدهام بهدفين دون رد وشارك سام في المباراة كاملة. وفي الدوري الأوروبي تعرض أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف سبورتينج براغا البرتغالي لإصابة مروعة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام هافنارف جوردور الأيسلندي ضمن منافسات اليوروبا ليج. وأصيب كوكا في وجهه مع الدقيقة 60 بعدما اصطدم بقدم لاعب الفريق المنافس وتم نقل اللاعب إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف وانتهت المباراة بفوز فريقه بهدفين لهدف. واستكمل محمود حسن تريزي تألقه في الدوري التركي حيث منح فريقه قاسم باشا التعادل 2-2 أمام بشكتاش في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضي من الجولة الثانية من عمر المسابقة. وواصل مصطفى فتحي الجناح الطائر للمنتخب الوطني التألق في الدوري السعودي حيث سجل هدفا وظهر بشكل أكثر من رائع خلال مباراة فريقه التعاون أمام الهلال والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 4-3 وذلك في الجولة الثانية بالمسابقة. وفي الجولة ذاتها شارك محمود كهربا لاعب الفراعنة والمحترف ضمن صفوف اتحاد جدة في فوز فريقه على نظيره الفيحاء بخماسية مقابل هدفين. وشارك كهربا في المباراة منذ البداية وسجل الهدف الثالث للعميد. وفي نفس الجولة سجل محمد عبد الشافي نجم المنتخب الوطني وأهل جدة أولى مشاركاته بالدوري السعودي هذا الموسم خلال مباراة فريقه أمام الفتح والتي انتهت بفوز رفاق شيفو برباعية وشارك اللاعب في اللقاء كاملا. وتلقى كريم حافظ ظهير أيسر الفراعنة الخسارة الرابعة مع فريقه لانس أمام نظيره بريست بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة لدوري الدرجة الثانية الفرنسي وشارك حافظ في المباراة كاملة. واقتحمت جماهير لانس ملعب المباراة اعتراضا على الهزيمة وأخذوا يهتفون أين الذهب والدم وهو لقب الفريق الفرنسي. وتم إيقاف المباراة لبضع دقائق ثم عادت لاستكمالها. كل التوفيق طبعا للاعبينا المحترفين ولاعبنا ايضا المحليين مع منتخبنا الوطني في المباراه القادمه امام اوغندا ان شاء الله. حلم كبير ان شاء الله الوصول لمونديال روسيا 2018. ما زلنا طبعا مع اخبار منتخبنا والمباراه القادمه امام اوغندا. اعرب موسى باسينا المدير الفني المؤقت لمنتخب اوغندا عن سعادته الغامره بنجاح منتخب المحليين في التاهل لبطوله كاس الامم الافريقيه التي ستقام في كينيا العام المقبل بعد تخطي منتخب رواندا. أكد باسينا أن التأهل للأمم أفريقيا للمحليين دفعة قوية لمنتخب بلاده قبل مواجهة المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة للمونديال، مقدما شكره للاعبين على ما قدموه من جهود كبيرة مطالبا باستغلال الدفعة المعنوية في مواجهة مصر. ألقت وسائل الإعلام الأوغندية الضوء على قائمة المنتخب المصري التي كشف عنها المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر استعدادا لمواجهة أوغندا يومي 31 أغسطس الجاري والخامس من سبتمبر المقبل بمدينتي كامبالا وبرج العرب.
ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال. وقالت وسائل الإعلام الأوغندية أن كوبر استعاد بنجوم الفراعنة في الدوريات الأوروبية على غرار محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال وأحمد المحمدي المحترف في أستون فيلا الإنجليزي، بالإضافة إلى صالح جمعة لاعب الأهلي الذي قدم مستويات كبيرة مع الأهلي في الفترة الأخيرة. تعقد اللجنة المكلفة بإعداد لائحة رابطة أندية القسم الأول اجتماعا يوم الاثنين المقبل في الثانية ظهرا بمقر اتحاد الكرة للنظر في ملاحظات الأندية على مشروع اللائحة. وتضم اللجنة المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة وفايز عريبي رئيس نادي طنطا ونهاد حجاج نائب رئيس نادي الأسيوطي وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ممثلا عن الاتحاد ومصطفى عزام مقرر اللجنة. أنا الالتزام دايما بتعلم ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف وإلى متابعة الألعاب الأخرى. يواجه في السابعة مساء اليوم الأربعاء فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني عاصم حماد نظيره البنك الأهلي في إطار استعداداته لانطلاق دوري المحترفين المقرر له 6 سبتمبر المقبل. وتعتبر مباراة البنك الأهلي هي الأخيرة للفريق في هذه المرحلة بعد أن واجه الأهلي أندية سبورتينج والزهور والأولمبي. يلتقي اليوم في 8 مساء المنتخب الوطني للكره الطائره شباب تحت 23 عاما مع نظيره البولندي ضمن لقاءات الجوله الخامسه والاخيره من منافسات بطوله كاس العالم المقامه حاليا بالقاهره وتستمر حتى 25 اغسطس الجاري. ويحتل المنتخب الوطني المركز الخامس في ترتيب المجموعه الاولى برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراتين امام اليابان والمكسيك والخساره امام كوبا والبرازيل. قال الدكتور طارق صبحي رئيس جهاز التنس أن الجهاز سينظم ندوة رياضية بعنوان صناعة البطل في التنس في 8 مساء اليوم الأربعاء بقاعة فكري أباظة بمقر النادي بالجزيرة. ويشارك في الندوة الدكتور محمد عبد الرؤوف النويهي أستاذ كلية التربية الرياضية والمحاضر بالاتحاد الدوري للتنس. والدكتور محمد رمضان وفا مدرب منتخب مصر للتنس والمحاضر بالاتحاد الدولي. تسعى فرق كرة الماء بالنادي الأهلي للمنافسة بقوة على كل بطولات الموسم الجديد في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز كرة الماء من مجلس إدارة الأهلي. نتابع في التقرير التالي استعدادات فرق كرة الماء للموسم الجديد.
بدأنا يمكن بداية من شهر رمضان داخلين فترة إعداد عام للفريق وشغالين خطوة بخطوة معهم. إن يمكن السنة دي يعني واخد أنا المرحلتين 2000 و2001. النتائج بنحاول نحسنها ونظبطها بحيث إن احنا نخش في أجواء التنافس مع الفرق الأخرى. السنة دي طبعا بنأمل إن احنا إن شاء الله ننافس على البطولة في مرحلة 2000 و2001 إن شاء الله. والله قبل ما نتكلم على التطوير نتكلم على الاستقرار. يعني بصراحة مجلس الإدارة دعم الجهاز بالكامل وده أدى إلى استقرار الجهاز، استقرار نفسي ومعنوي طبعا. إلى جانب برضو الحاجة اللي عايزين نقولها برضو دعم الجهاز، دعم مجلس الإدارة في موضوع اللائحة الجديدة للمدربين اللي عملها دي، برضو زي ما تقول رايحة المدربين. الموضوع تغير تماما غير الفترة اللي قبليها، كان حاجة بصراحة كانت مهينة للمدربين، رغم ان يعني جميع مدربين فريق ألعاب الماء هنا ناس مؤهلة بطريقة علمية وفنية حاجة وخبرات، لكن تيجي تدور على في الاخر الموضوع المادي بيفرق طبعا في الظروف اللي احنا فيها. لا، المجلس الإدارة دعم الموضوع ده من خلال اللائحة اللي اتعملت، فرق كتير قوي نفسيا مع المدربين. ويمكن احنا بندي بقى الموضوع على قد انتمائنا للنادي الاهلي وبنديله بقى فيه كمان راحة نفسية. فدي جزئية لازم كنت اتكلم فيها. برضو موضوع التطوير ودعم المجلس الإدارة يعني بصراحة بداية من حمام السباحة واللي حصل والتطوير، لو اكيد الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير، ولكن لو ننزل تحت ونشوف الغلايات والوضع تحت موضوع تاني خالص. المية حاجة تانية، تحس ان هي سبحان الله يعني مية جميلة، الولاد مبسوطين. الاول كنا بنبقى متضايقين ولا بنأدي فيها. موضوع الجيم اللي موجود تحت اللي اتعمل ده بقى دعم لينا، بقى فيه الفرق الرياضية بتاخد مواعيد، ده طور في الاداء. الجيم تحت حمام السباحة طبعا كابتن وائل عزت في ظهرنا اللي هو رئيس جهاز العاب الماء، في ظهرنا مع في تواصل مستمر مع مجلس الإدارة لتهيئة الأجواء المناسبة للتطوير وإن الناس تنتج والناس تشتغل في ألعاب الماء. ويمكن ده ظهر على الفرق ونتائج الفرق الموسم اللي فات أو نهاية الموسم اللي فات. جميع الفرق كلها تطور أدائها، ويمكن السنة دي كمان بنحاول في بقدر الإمكان. إحنا السنة دي يعني كل هدفنا مع كابتن وائل ان احنا يعني زي ما بيقولوا كده ناخد البطولات كلها ان شاء الله باذن الله. احنا كره الميه قريبه من السباحه، يعني من الحاجات الجميله المشجعه اللي هو دعم المعنوي بقى زي ما بيقولوا كده. التكريم دي حاجه بتشجع الاولاد. يمكن مجلس الاداره عمل زي اجتماع تحت من تقريبا 10 ايام وجاب كل اللعيبه اللي حققوا في بطوله العالم في المجر وكرمهم تكريم، يعني حاجه مشرفه. والولاد نفسهم لما جينا اتكلمنا معاهم حسوا باهتمام قد ايه الدوله والنادي الاهلي مهتم بيهم، وده يمكن برضو زي ما بنقول كل ده الجانب المعنوي اللي كان مفقود في الفرق الرياضيه، وكان في فجوه بيننا وبين مجلس الاداره. لا دلوقتي بقى الموضوع في بوش جامد من مجلس الاداره ومتواجدين معانا وفي وسطنا كالعاب ماء وكحمام سباحه. وزي ما بقول لكم كده كابتن وائل متواصل جدا مع مجلس الاداره وقريب جدا منهم، وبيوصل لنا قد ايه هم مهتمين وقد ايه هم في ظهرنا وقد ايه هم مسندنا. وزي ما بتقول كده التكريم ده مش اول مره حصل، يعني عده مرات، ومش مع السباحه فقط، مع العاب الماء كلها. وده ان دل فيدل على اهتمام مجلس الاداره بحمام السباحه كاملا. يعني اللي اتمناه طبعا استقرار النادي الاهلي. احنا في فتره يعني يمكن من اجمل فترات اللي حصلت في النادي الاهلي في وجود المجلس الحالي. نتمنى من يعني الجمعية العمومية طبعا تدعم اللائحة الخاصة اللي موجودة دي، يبقى كلنا في ظهر الموضوع ده، لأن ده شكل النادي الأهلي وروح النادي الأهلي. وزي ما بيقولوا كده النادي الأهلي هو النادي الأهلي، نادي العمالقة ونادي القدوة ونادي الناس تمشي وراه. فطبعا احنا عايزين اليوم ده يبقى يوم تاريخي بالنسبة للنادي الأهلي، ويبقى الجمعية العمومية متواجدة وبتدعم هذا الموضوع، يبقى لينا كده قرارنا ولينا كياننا، والموضوع يبقى داخل من ذاتنا احنا. لأن طبعا اللائحة ما هي إلا صورة معبرة عن كيان النادي الأهلي، فحاجة دي مشرفة. وده أنا بناشد من مكاني ده إن الناس كلها تبقى متواجدة
اليوم دون بحيث ان فعلا يعرفوا قد ايه النادي الاهلي عملاق. مرحب بكم من جديد والى جوله في الملاعب العالميه. اعلن النجم الانجليزي واين روني مهاجم ايفرتون الانجليزي اعتزاله اللعب على المستوى الدوري وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وشكر روني جماهير كره القدم الانجليزيه التي دعمته خلال فتره لعبه للمنتخب منذ عام 2003 حيث شارك في اول مباراه دوليه له امام استراليا بعمر 17 عاما. وشارك روني في 119 مباراة دولية مسجلا 53 هدفا تصدر بها قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إنجلترا. يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول الإنجليزي والذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح وضيفه هوفنهايم الألماني ضمن مباراة الإياب للدور التمهيدي للثالث لدوري أبطال أوروبا. وفاز ليفربول ذهابا في ألمانيا بهدفين مقابل هدف ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بهدف وحيد لتأكيد تأهله إلى دور المجموعات. وباقي المباريات يلعب ستيوا بوخاريست الروماني مع سبورتينج لشبونة البرتغالي وكوبنهاجن الدنماركي مع إجدام الكازاخستاني وسلافيا براغا تشيكي مع أوبيول نيكوسيا القبرصي وساسكا مورسكو الروسي مع يونغ بويز السويسري. تسود حالة من الغموض حول مصير الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي. وعلى الرغم من انطلاق الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي خلال أيام إلا أن هناك أنباء تؤكد اقترابه من الرحيل. وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن موقف المدرب الإيطالي في ستامفورد بريدج أصبح ضعيفا للغاية وأن هناك مؤشرات تؤكد اقتراب مدرب جديد من مقعد المدير الفني للنادي اللندني. وأشارت الصحيفة إلى أن الاسم الأقرب لهذا المنصب هو في الوقت الحالي هو الألماني توماس تشايل المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند الألماني. أصبح بقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد غير مضمون وفقا لما تذكرته صحيفة البايس الأسبانية. أشارت الصحيفة لأن رونالدو يشعر بالغضب بعد قرار المحكمة الإدارية الرياضية في أسبانيا التي أيدت إيقافه 5 مباريات بسبب ما حدث في مباراة ذهاب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم أمام برشلونة على ملعب الكامب نو. وتقول البايس أن كريستيانو قرر التزام الصمت خلال الأيام الأخيرة ولم يتحدث مطلقا حول مستقبله مع المارينجي في الوقت الذي يثق فيه رئيس النادي فلورنتينو بريريز على أنه باقي مع الملكي. واصل برشلونة الأسباني ضغطه على إدارة ليفربول الإنجليزي من أجل ضم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن برشلونة سيقدم عرضا قيمته 138 مليون يورو لضم اللاعب صاحب 25 عاما ذلك في محاولة جديدة بعد رفض العروض الثلاثة السابقة. ويحاول برشلونة تعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا والذي انتقل إلى باريس سان جيرمان بعد تسديد الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو. إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع والبداية من الأخبار. مباريات ودية 3 للأهلي في خطة الإعداد للدوري والترجي. الجمهورية
الأهلي يدرس إعادة أنطويو أو التعاقد مع مدافع أجنبي. الوفد حمدي زكي ينتظم في مران الأهلي قبل حصوله على الاستغناء النهائي. المصري اليوم يدرس تقديم شكوى ضد ستوك سيتي للفيفا. الوطن سبورت اليوم الأهلي يعود إلى تدريباته بعد راحة الكأس. الشروق الأهلي يعدل عقد عبد الله السعيد. البوابة نيوز لاعبا في 26 قائمة في الأهلي المحلية. فيتو برنامج بدني للاعبي الأهلي في بداية فترة الأعداد. بشكر حضرتكم لمتابعة، أكيد مكملين معاكم من خلال استاد الأهلي، هكون معاكم من خلال هذا البرنامج كلام عن الجمعية العمومية. بشكركم طبعا على حسن المتابعة مع أخبار نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي.